سائل يسأل فيقول إنه متزوج بامرأتين، لكنه ينفق على إحداهما، أي على إحدى واحدة منهما، أكثر مما ينفق على الأخرى، وذلك لمتطلباتها، يعني هذه تصير سعيدة بألف، دي تصير سعيدة بخمسمائة، فهل هذا حرام وليس من العدل في شيء؟ أقام الشرع شرعه وأحكامه الشريفة على المساواة وليس على التساوي، فالتساوي لا يحقق العدالة دائما بل ولا نادرا، ولذلك فيجب على الرجل أن يسعد زوجته بما يقتضيه الحال وبدون صرف، ولكن ليس عليه شرعا أن يراعي التساوي، يدفع هنا مية يدفع هنا مية، لا ما يش كده، وإنما دي بتلبس زي غالي ودي بتلبس زي بسيط، دي بتحب الذهب لكن دي بتحب الألماس، فالقضية هي المساواة في العدالة، محاولة المساواة في الإسعاد وليس المساواة التساوي في الكم والأرقام.